بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المكسيكية المتحدة. عبر فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار أحد أنابيب النفط والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. وأعرب عاهل البلاد المفدى في برقيته عن تعاطفه العميق مع دولة المكسيك وشعبها الصديق وثقته في تجاوز هذه الكارثة، سائلا الله تعالى يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.